بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي لبي طبنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الصدق عبابي هاي رنت أول شيء أقول لقد ذاله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق ورنت أمرنت إلا الشيغاء وشيء دينتنا قيمة بضان كله حبن آد أوينا أساس من أساس الدين وأصول إسلامنا وأنا من مقام الإيمان والإسلام لا من مقام الإحسان، من مقام الإيمان والإسلام. مرك أساسكم مرك إيمانكم والصدق، وأساس نفاقنا والكذب. شريعة الإسلام عديسي إيمانك يا إسلام نمذ أساس كأي كون كمان يكب اللوذان كل سيهين. والصدق مع الله صدق قاسم مرك نقول في القول والعمل والحال. الصدق في القول والعمل والحال. صد حضابا لقربا قفك مسلم كان لقربا إنه كرهن شيغو ويرد كسو بحيسين يرن قوتو فالكيسية دقن كيسو إنه وافق سيني هاي وحو شيغان حال هذا مسلم بانا هاي مؤمن بانا هاي علي الرسول كيسي بان رميي آخران كبقيا. إذن مركوا إن فالكاذو إيو قول كاذو إسوافق سيني دقن كاذو وإنه كترجمة واحد عام من سنة أما أتشيغيس عمل كعمل الجوارح باللوجه ده. أما صدق في الحال وأعمال القلوب، أعمال القلوب تعظيمك توكلك صدقك خشية مراقبة ربك يقينت وإن ماشاني أي وافق سنتها فلك هذا أفي أدن إسوافق سنبا لدوني. مركا لابد أن يكون المسلم صادقا في مقاله وفعاله وحاله. صدح ذا أساس كأي دينكم وكد الورقة. أما النفاق أساسه الكذب أفي أورس خلاف سنوي وحو الشيغي كمر الشيغي فالكيس وحو كسور جدا قلبي كيسة قلبي كيس وحو كسور جدا فالكيس يدقان كيسة ويدي سي أريكيس وحي خلاف سنيهين دقان كيس دقان كيس. بركة الصدق في القول والعمل والحال أي لو جيدا تعريف بدن بعلومه كبحيا صدق وحل ليداه صدق وحل ليداه قيحتان دورا لغا بحشا وحا أرون إن ليداه وموافقة الحق في السر والعلانية. الصدق ومعي وموافقة الحق حق أي شيء ربطا إن وافقه كو أقدامه كو رقنته سر إيا ساقبا فغاري إيا فقبا سهو سي سكوربا. يعني هذا كلي قاتاي يا هذا ما دخل وقت شوكته هي دان عد كل شوكين يا هذا لو أركينين يا هذا لو أركه هي با وين هذا الوضع كصعود هل طب كصعود. موافقة الحق في السر والعلانية علماء سيدا كنت تعريفي وأنا تعريفك في عن ذا وحيدا وحوي وموافق القول بالحق في مواطن الهلكة. القول بالحق حق الله قدر الله شيخه في مواطن الهلكة meelaha aad ka baqayso haddaad runta sheegto inayba kaa raacdo oo runtu ay dhibaato kuu geysato markaasaad xaqa sheegaysa laana waa xilliga loogu baahi badan yahay. Waa alqowlu bilxaq fi mawaatin ilhalakana waa lagu tacriifiya. Khulaasa bacdu salaf baa la weydiiyey waxay dhaheen sidqiga dhabtaa noo sheegaa la yidhi. Bacdu salaf wuxuu ku jawaabay: waa adoo runta sheegaa mar walbood filayso inay runtu dhib kugu tahay وإنك رنت الشيخ مر والبوت في ليسو وتكبق يسيني رنتو لباتكو قيستو بنتنا أتكتك تو أضو في لي إنا وحكو تريسو يكون ديفينيس لأن الروح قرمو بين شيغا مركو في لي بنتو إنا يداني أوغو تشيرتو قرمو رنت كتكا مركو في لي دبا كاسو جاري أما والو غو عروني أما وحبا لغو قيسا مركو إيرتهاي وجهة لغو بدري
مركز سان وجه لغو بدلين رونت بيسك دايو ريم مقالي تد ريم مقالي يسو مركز أما بين شيك أما حيالة دايسو وإن رونت الشيك تبوري أضو فيلايا إن رونتو لبكو وجيرو بنتنا أتكتكتو أضو فيلايا إن بنتو أي دافكو وجيرتو المهم صدح الله سألقى الرشيق يا ويدا فالك يا قلبك أرئي أف إسوافق سنبين الدونين رقا يا عقيدة وضع سعوتين الدونين هذيك واركينو نفاق بنقر يا أما نفاق أكبر كهان نغضى أما كي أصغر كهان نغضى يا أيها الذين آمنوا كوالي الرسول كرميو اتقوا الله الله كعب صدق وكفق هذا حمانت ونهجنا كوها كهان وكونوا هذا مع الصادقين انت رنت شيكت الى الرميسينا لتشرا كونوا مع الصادقين مع هذا وذا وحده ومثل الصادقين وان وحده ما هو بمعنى من وكونوا من الصادقين الهي كعب صدا انت رنت شيكتنا كم من نقطه لغا ودا بيد لكن سدا ثوابك وان سدا لو داي القران كو يقانا من تي مر بدن اي مثل ذا وحا كحوق بدن مع هذا مع هذا القران مكو استعماله واركعوا مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مركو كونوا مع الصادقين بابا كحوك بدن وحاوي وحاوي ادو رنت الشيك انت شيكتنا لا صعو او هيل او قرب كودا نق لو تري بركا سدا هم لو داي قران كو يمد قال تعالى والصادقين والصادقات يعني ايد دريد احزاب تقرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادق الى قوله تعالى إلى رب الشيخ وحو در دار من مسلمات كي يقانت مسلمين تي مؤمنين تي يقانتين تي صابرين تي خاشعين تي ذاكرين او اها دم بدا في اجر وين الصادقين والصادقات انت رنت الشيخ تا انو هذا انو سبحان هدي لا شيخ وحن مود ناون وير دكليه وير دو او لغا رن شيخ بس رنت ما اها وا قيب كميدا رنت اوغو قيمه بدل وا مخي اوغو علوس وا ان دقن كادو يسوافقان وير دادو وإن بقان كادوا يسوافقان عقيدة ذاته صدح رئيس كوبيغمان ويردا فالكا إيوه أوركا وحكي رئيس كوبيغديك لي وركا دواسك الشيكة برليب النقونية وقال تعالى إلى يحوري فلو صدقوا الله فإذا عزم الأمر منافقين تبقى لقسوا الشيكي قالوا شركة بنداء وهذه آيات سوى الدكتو ودقال يجهد لقو الشيكو هذا كيسا قوة قلبك والنفاق كنت ينظرون إليك النظر المغشية عليه من الموت قوله بإله كسو هذا هي فإذا عزم الأمر هدي جهاز شنكي سيؤ قلائي قتال أما أو قبط وقتي سينا قبط أما أو دبوبو فلو صدق الله إله يدي أرشيق لهاي قلبي يقال قول يعمل با لكان خير الله ساس أولا كسنا الله شيء وينو إيمانا أما طاعوين با إله وحك عبر مربدا لكان خير واسح دي ويكو أضيكو ونكسنت ولو آمن أهل الكتاب لكان خير إيمانك بالله الله يا روح مؤمن كائن إلهي وهو جان سما هذا يقول خير بدن مرق وحنا صعون ما هي ولا إنه جيري بابا إيمان نفط أنتي بحذوي منافقيني صفك ورا مقصب بالدينكو جين وهذا ده كم هري كرتان أما أنت تكتم بالعرق دون عيبه بيسا مرق مر بهذا إذا كف مارمينو إذا كفر سين ولا قام مارمان تا إنا ماشة تكتان فلو صدقوا الله في القول والعمل والنية والنفاق كتغان لكان خيرا له. وأما الأحاديث بوشيخ إلى أحاديث كتمت باب كان حديث ألف ربضان ويه إن يربو شيخ كقصه قاب سنة رحمة الله تعالى عليه. فالأول كأهر رأي عن ابن مسعود بلغور عبد الله عبد الرحمن الهذلي عنه صلى الله عليه وسلم قال النبي حر إن الصدق رواية مسلم غيرك عليكم بالصدق باكهر عليكم بالصدق فإن الصدق أساس اسكو حرناية لكن الشيخ واسكسو قاب سنة بعض الرياض بان سيدا كوي مادو الشيخ كان حتى رواية البخاري يدي رواية مسلم وكوي مادان عليكم بالصدق رنت أغادة كد دالة رنت كد دالة فإن الصدق رنت يهدي وحمد كهنونيا إلى البر إحسانك وهي صدقية صادق يا صدوق يا صديق باك لجرة صادق يا صدوق إيه صديق صديق حق بدن وعلم بركو وقعان بحي الإمام الكبير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصديقية وامحي وصدح لا صوت شقي وين هذا
يا فلك هذا يا أورك هذا سعدوي إلهنا الضاعضه سبحانه وتعالى في السر والعلانية هذا هو الصديق. أما صدوق وامحي والذي يكثر النطق بالصدق. أما الصادق والصادق في نفسه وقد يكذب مركا قاركود لك هذه الصديق لقوا إلى هذا أو لا صدق وممنوع مركا الصديقية درجة أسر رئيساء مرنا هذا صادق وحن قضاء أسأل كيزنا وكوية مادة بمعنى الصديق قرآن كما رب كوية مادة لما لها فإن الصدق رنت يهدي وحي روح كتيدا يهدي أي يجر بمعناه هداية نوام حيوى الدلالة إلى الحق بطريق مع اللطف أو بطريق خفي بليدة هداية ونعي بضنتها مداد لقها الله وإن شيء حق لقوتسه سل الطفان لقوتسه الدبع سن هذه سير قلب سن لقوتسه معاني بضن بيكون نقوتا بيان بين نقوتا إرشاد بين نقوتا أو لا بضن بين نقوتا لكن أما الهداية هذه لا يطلقه والدلالة بطريق خفي للحق أو بطريق مع اللطف إلى الحق أو للحق وإن شيء سترتيب أتكون شيكته سير لطيف الروح أتكون فهن سحقها أما البيان خشون وذنكرة البر مركوا محايا دواء سمها يوناق وإسلامك أصل إلى إيمان كينو وإن البر سمهنا يا إله لا أطيعوا لا عابدنا يهدي إلى الجنة جنة كوجيا وكوهن شاء وإن الرجل روح مسلم بن آدم كا لا يصدق رنتو كد ذاليا في رواية ويتحرى الصدق إنه رنشو كد ذاليا حتى يكتب إلى الله قر عند الله إلى يكتس صديقا رنبضن روح رنبضن وعمل كيسي يأور كيسي أف كيسي وذا الصعداء وإن الكذب نفس الشيء رواية مسلم غيرك وإياكم والكذب باكوه الرئيس إنتان وإياكم والكذب مسلمين بنت إسكا إلالية فإن الكذب بنت يهدي وحدتك أجيا إلى الفجور جماعة من السلف بل ما هو الفجور وحيدا وأص الشر أص الشر الأص والأصل أساس كشيء أص كالليل هذا اللغة أنكضر لغة حرول كالليل فجور ومحي وإلهي طعيس لغة بحوي مع تمرد وعتو إلهي طعيس لغة فرط هبل وفاجر وحركة قويس كأنه قد هنو يوح قباني أوسن شرين نم بابا سوه هدنا شرب هدنا وحون حيرية كأرد الأخيارات بلي أرد الأخيارات كوام حي وامد حركي إلى هدن بقوي يهدي وحون روح أتشيدا وكوت أجيا إلى الفجور حركة ربين لقوي ودين كلا قطع وإن الفجور فجور يحد قذبنا يهدي إلى النار نار تروح أجينية وإن الرجل روح آدمها لا يكذب ويتحرى الكذب في رواية وبين شيء حتى يكتب إلى القرى عند الله كذابا بين بضنه يا القرى حديثك حينوت الماما ويسكعد معانيه سيه نبي حين فريا إن رنت كود ذال معاي رنت حلقة فائدة ودتوسا إيوه آياتين إي آخر وناكسا بنت إسكا إلالية وحلقة فائدة لقا حين أدونك يا علامة كود عاية دفيتك قاردة يا عتركم مرتة وما حما يعقاب اخر لغا فائده وكان النبي نوت المامية بينت يرنت بعدا لغا دغتا وشيء كيما دد حل يا كنق نقوشو هداد كدداش ان رن شيقت ومر والبد هاد ليسو اما اطق ميسو اد ترى الله رن وشيق وادم رن وشيق وربي كبق كنت واغد ما دقن يا عاده كون نقن سجيه نقنيسا وحاد مودين لوغو ابورد كدلات اسو بدليسا هذه لكن أذبنت كو أقدامه تواجد ما رقم بيكون نقول حتى الدريم مثل أذبن شيء يسوع وحول يسوع كوجه شرط كوجه يسمى شرو مر والب رنت كود داش واجد ما بيكون نقول إسا رقم بيكون نقول نلاش هذا كم بدأ وعرف كذي بابن كل حني نمر كذا واحد بين ليه هذا ما بحمله يبا نفته بكذي دي لأنه ما اسم برانين نفته وحي الله بره ما كان نبي حين ليه هاي رنت كود دار النفط برا إلى أيدين نقطة رقن بينت إسكا إلى عليا إلى إسكا إلى لنتيض أيدين نقطة رقن مركوش وهول خطر أوي هاي النو والبو صادق ورن شيغانا كما خسر رنتيس حتى مرك الله ده ما أنت هذا رن شيغتو
حكودا لقى جويني أو ماشي كوجد دم بيس إلى ما كوبت بعدني خنتوا لوجبت بعد عسيد الضباء وشيء جبني ما وأساس كدينيت مرة هدي أي بنت إلا شو حكم شرع نقول دون تواجرة لا در شيخ بكير دون مركو كهله إنه كهله دونا لكن رنتو هذه الجور هذا إلى هدرت أولتي ما ده وضغن كده تتيكو بتبعد سوي نقول أورنج ربيع من خراش الأشجعي ننادو جيزو دقالب ضن كقيب قليبا تركي سريع أشجعنا وحيده هو أصدق رجل فينا أصدق رجل فينا نك نقول رم بدن ويد هذه ما رنتي سي يسون رنتو وجود دلالة يا أدون كي ربك شيء حلو حجاج مسلمين ترقي سنة يا أدون أدون كي أخرى بيجي ربني مروان وها وزير قاشان ديجا أيو لبوي لو دلالي وذات كان ربيع من خراشة أيو قدر الجهاد يعني بحان بعث بقدره أيضا كم مجاعب قدر نك كسر نقد خلافنا ودليل شري حجاج رغم كسرها مالا دوكو درو او هاوش خلاف تدغدو بنيسانيا لو ولو ضيقن ضلاي وكدر عيدك وعيدك بحي مهب لو قدولا هي راع ويراعي وحرمك يسوس سعودين بيدين سكسون نقدين غوري ابو تسو لابتين دوق ربعي ولا سو فريستين مد خير بلا اون دولدا دبا وردهي با كو جاده او كو تري وداادك وحور حجاجو وحا لاي شيغي labada wali Rabci uu dhalay ee ciidanka Hebel ku dartay inay soo guriyo noqdeeno amarka ay khilaafeen ay ku caasiye odayga abahooda waxa leeyahay waa ninka Carab u run badane bal maantan ogaan doonaa inuu iska raadiyay iyo inuu run sheegay u yaro imtixaan buur oo wajiga hoosha ayada ciidan buu diray inkaar qaba odayga Rabci ibn Xiraash la keenay xajaaj oo seefta haysta iska waran buu odayo seedtahay soo ma fiicnaa salaamu alaykum taa musu waxaan aqsiya labada wiilada shee ka waran buu ka waran way fiican yihiin gurigaana kaga soo tagay way nabad qabaan he gurigaana kaga soo tagay wallahu almusta'an buu daba dhigay way caafimaad qabaan gurigaana kaga soo tagay wallahu almusta'an xajaaj waa naxay marka odayga da'diisa wani waayay 90 marka jira iyo labada uu dhalay oo ku xurtay wuxuu leeyahay gurigaan kaga soo tag wuxuuna og yahay xajaaj inuu gowracayo laakiin wuxuu diidan yahay intuu nolo inuu been sheego wallahu almusta'an waayidi xajaaj uu isku nahay wuxuu yiri raallaahu waa ku soo lugaynay hadii uu siiyay ritana uu siiyay farasna uu siiyay baqla uu siiyay orday guriga isku cid wiilashan waan cafiyay buu hooyadu cambulaha u kariyeen way fasaxayeen idan saadiqu ninka sidiiqa ilaahay baa badbaadinaya runtu way ku badbaadini adoon moodaya in beento ay ku xukutari runtaha ka carari ilaahay baa kugu badbaadin laakiin waa in leelaha dee qalbi wanaagsan waa in leelo wiilkii qeyrkii iska ceel la yiri muxuu yiri aabba wadna diiday buu ruulka iska celi baa la yiri uu kuleegay kama feero weyn isku facbaatiin halkana diiday buu inaan iska celiyo advantage baan u malay baashu iimaan bay u baahantahay kalsooni rabbi subxaanahu wa ta'aala yaqiin bay u baahantahay الثاني حديث كلابات عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب قصة صدرة أيوة حكوا شيء كتاب ابن حبان بالسنة ده حكوا شيء في روضة العقلاء كتاب كله روضة العقلاء بكو شيء ذهب يدو يرب بكو شيء ترجمة ده وذات كو شيء سير ك لكن يدو فافاسن أو كدر مدو ذهب الشيء حكى أنا الإمام أبو حاتم البستي محمد بن حبان في كتاب روضة العقلاء هلا آخري عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب قال وحول السحابقة حفظت من رسول الله رسول الله وحان كقبتي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة سوى يرب النبي أنت كقبت حسن من علي واتقرن إيسا دع كتك ما يريبك وحك شكي قليا يريبك إذا إن لك الرباء ونكسن وشيخ من قال الدونة أنت لقاك من فعلك رابا يريب رابا يريب هدي إذا لقدونا والرباع من أرابا يريب بينما كان نقول إيسا دع ما يريبك وحي كشكي قليه اتكشك ذا محلال با محرام با اسكاق فقو حقين هذا النبي الله إلى ما لا يريبك وحن كشكي قلنين اوثب تحلال نمت كي سآت محايلة فإن الصدق رنتو الله شيقو طمأنينة وحسلوني ودقناشو والكذب بنتو الله شيقنا ريبة وقوب قرير إيا شكي إيا والول
وأول أما بينتك وقصوا بحضها أما اللعقة هذا مركض أيرتي أما أخر له عذابه وكسوه قلي قلبك هذا مدى قرر ما حبطه وقلنا عذابك قاس ديكر سنقربة بالورد أمان هاي أدوها سوك عيني باش تطبيان تشخي قد قد أدوها يزدلين أدوها يزدلين فإن صدق رنت الله شعر قولا وعملا واعتقادا طمأنينة أي طمأنينة القلب قلبك كد قيا إذن ننك رنت الشيء ودي ريهي سيسوا تقن كل سنة بات قهلي وحمركض هبطه لكن مركض بين شيء يسوا مشكلة وي حتى ننك أدوه رمي سيطوسه ما في رنكرت واتفور الرسم فراز تودقي واد ململي حقات في رواد حقون وحانا ورا مع قوات اسمه بتيت كرسونكم هل ليسيد أداء فيسن يا إيدين عربت كاد المريب أن يقول خذوني نك دقرت قبا وحسيقا يأنو إلى وري قبط واعي كاري أسكا يسفشل هاي أسكا يسفشل هاي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب رواه الترمذي حديثك وري وقال وحل حديث حسن صحيح ابن خزيمة سونا صوصارة في صحيح وكذلك ابن حبان في صحيح والحاكم في المصدر على الصحيحين نسين ووري وحديث أذو قيمة بضم وهي وحين علوم الشيخان وأصل في قا في الورع ورع الورع أبوية حديث كان أساسي قاعد محايا لو حالة ويروح أتكشك يسكفك وحاد هبطئن وسنشكي هين حاران هين شبه كتر آت محايا لقصم إياه لأنه أشهد وأن الله بقى يبط مركا لقاه الله يلا وضع طرف يدحتالوي والله وضع نعي يدحتال شيء هبطين وحلال يهي أذكي جامعة كمبري كرتو أو حشك إيسان كتشرين آيات دي سي حديث كي سيبات قرن إيسا إجماعي يقياس كي أما عام يباطي كأب كأب علمات كو خلصان تكون فتوان هيا كرسوني باتكو قبتا وحا هبطوي واتكو هلا قيسا شيء نواض هبطين وحاران يهوات كفقان واتكا ديران إيسا سيدو كالي من نشكي باكا قالي نبو محوكو المركا يدا كفقو اسكفقو سمالي وي تقارنا سحرا قول دير باهي لا إسكغترا قري يقيقي ولا إسلطورا حلال إفتين بالقشا واتبهانتهاي بخت اللي ومعونا حضات ديمان أرارك ولا إسكدوا مهما يقب النمدا ضد نمدا أهل نمدا قيب قل نمدا ويليهن أمرا إن يهود كسوقاتنا إن النصارى كسوقاتنا ويليه مثل هذا مقار إيبا الله قصي حدا كورما مثل هذا هي مقاري بقى لغو السحدة ميدو قباني واحدة دمر كوية قارنان صدن قرصتو يسرعك نولاتا تيبا في عم بيلا دي صدن قرصتو ايو يسرعك نولاتا تيبا في عم بيلا صدن قرصتو في عم قباني بقى رقا نمو ويوقيه ويوقي دم بي سمايو لهاي ويوقي رضي لك وحاد نغتين بيزاني بقى نغتين كل لقين الله صغيرة إلا من رحمه ربه إذن حديثك وقاعدة في الورع هي والتوقي عن الشبهات واجتناب الشبهات بأسأل حديثك عن بشير 40 قد قم مرتين يؤكلوا يا حديثك قيبت أن مركة النبي يقول عليه الصلاة والسلام فإن الصدق طمأنينة سيد الصواب كي علم الجدار النبي أسكك خبرين لكم حكوضا وعلامة الطمأنينة علامة صدقها حديثك لنا عدير رواتك لنا تلمامي حسلوني ذا قلب قد حسل أيه وعلامة يا أماري أستان كتو سيئنات رون شيغيس الطمأنينة وعلامة الصدق والريبة وعلامة الكذب الكذب درينك كان موقعنا يكلسون الدرادة وحطو سيئنات إنات بين شيغيس قوله عليه الصلاة والسلام أولي يريبك هو بفتح الياء ومن رابة مكان لغاتك ينو فعلك الثلاثي لغاته طيب وضمها إن لقدنا و بنان تايو اللي دع ما يريبك ليلا من أراب الله كيلو والفتح أفصح في العربية فعل كان سجى إن لفتحيانا أفصح ويريبك مفعول ليلا هذا مضارع عيسى ومعناه هو مع حديثك معني النبي محكوا ذا أتركتك ما تشك في حله وحد كشك يضح إنه حلال يزكى جفجو وعد الأله أكوب أبيد إلى ما لا تشك فيه وحدا كشكي إنه أبيد والله يمو إذن سيدا سوي الثالث حديث كصدحات عن أبي سفيان الصخر بن حرب ابن أمية رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حديث الديراء وحكوية وفي قصة هرقل قصة بسنة حديث الديراء وذكرنا إذن
xilligii nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) iyo gaalada quraysheed ay sulxiga wadagay xudaybiya wakiic quraysh marna shaam bay u safri jireen oo ay ka soo masagaysan jireen marna halkaas iyo yeman bay ka soo shahrsan jireen shaam bay aadeen iyagoo shaam aaday oo tegay quraysh ay tagtay iyo dhambaaluu nabigu qoro oo saxaabi u dhiibay baa ku kulmay shaam dimashqa magaalada hadda la yidhaahdo waagaa magaca maysan lahayn bay ku kulmeen meel u dhow kadibna waxay ku ballameen inay iskugu yimaadaan baytul maqdis xadiidka waad garanaysa heriqlo marka dhambaalkii suubanaha haya iyo nimankan duqaydii carbeed ee weliba nabiga habeen xigay ee reer quraysheed ayaa meesha ku kulmay wuxuu dhahay laygu keen laygu yeedho kulligood tilmaamihii ambiyadu soo akhriyey iyo nabiga soo bixi doona wuxuu dhan nin aqoon lu ahaa oo culimo ahli kitaab yaqaanay heriqlo marka asaga kursigiisun baa xaday xogta nabigana waa hayay dhambaalkana waa soo tilmaamihii nabiga waa hayay dhambaalkana waa soo gaaray farrintii islaam baa le waad nabad gelaysay ilaa fainama calayka ismu lariisiyiin oo loo hanjabay runtaa loo sheegay ilaanin wax la socda weeye marka wuxuu damcay inuu u kuurgalo suubanaha uu ogaado bal tilmaamuhu kitaabka ku hayay iyo towraad ku hayay iyo suxufti ree ahlu kitaab iyo nabigu inay isdaboolaan iswaafaqaan buu raadinaya wakii su-aalo dha dheer weydiiya horeqle ay yidhi cafan abuu sufyaan ku yidhi intiina yaa idinku xiga buu yidhi habeen ahaan nasab ahaan nabiga maxamed yaa idinku xiga ninkan ka soo baxay maka yaa idinku xiga haddana madiine jooga isfir waxaa lee ninkan habeen noogu xiga laba runtii ayaga isagaa u xiga ragga kale waay qurayshta koray ahay hore uu soo fadhiisa halkan oo kale u fadhiisiyey idinkuna xaggaa fadhiista buu yidhi su-aalaan weydiinayaay hadduu been ii sheego waa beentii dhaha buu yidhi intiina kale ninkii boqor u been sheegana maxaad ka sugaysaan kurkiisii maxaa iswaayayay garbihiisa garbihiisii kurkiisaa iswaayayay abuu sufyaan su-aalo badan baa la weydiiyey waxaa la yidhi ka warraba ninkan dhalashadiisa iyo abtirkiisa ma taqaanaan buu ku yidhi wuxuu yidhi waaduu nasabin fiina nimaan dhaqaano inaa cabdullaahi bin cabdilmualib oo la yaqaano weeye aabbayaashii awyaashii wax boqornimo ahaan jiray ma jira maya aabbihiina boqor ma awigiina boqor ma ahayn niman carbeed oo isyaqaano ilmadayra oon balabaadnimo iyo xoogo malaaqnimo mooyaan boqorrawlaha shaqulku ma lihiin wuxuu yidhi hortii wax nabi sheegtay ma jira carab oo rasuul ba an yidhahda maxamed hortii mayuu yidhi dadku ma rumeeyano ma raacaan waa la rumeeya waa la raaco waa lagu yaaca yaa rumeeya ma qolihii madaxweye weyntii wax ismooday baa rumeeya mise ducafadii haweenkii caruurtii iyo dadkii la gumaysanayay iyo addoommadii iyo dan yartii baa raacda wuxuu yidhi dan yartaa raacda wuxuu yidhi sidaasba ambiyada dadka raaca waa dan yartaa wey sababku muxuu yahay qur-aanka caddeeyay sunnadan way tilmaantay ninkan odayga ama ugaaskii ama xoogow magaca haysa waxbuu ilaashanayaa ama kursi kaa hallaaba amaad xoogow biilkii weyda ugaasnimadii magaci reerkaad ku lahayd reebal ugaasnoomad tihiid amay ku dhahaan xaajadi howlo badan baa ku xaniman oo waxbaa ku go-an isagoo odaygaar laakiin dadkan iska ducafada ee masaakiinta ah shayga inay fahmaan inuu xaq yahay fahmaan basaa ku filan waxay ilaashanayaan ma jiro jannada nageeyay leeyihiin kursi iyo xasad iyo boqortooyo iyo magac iyo waxay dhowrhayaan ma jiro saa darteed reer midoogu wax ku mamaan baa la yidhi nin weyn ma wada islaamo ma maqashan warkaas nin weyn ma wada islaamo tusaalegan wiil yaro hadda dhallinyaroa shoyo toban jir hadda intii towxiidka loo akhriya wax la fahansiiyo diinta la qabsado salifa quxuu noqonaya oday xeer beegto ku soo dhaqmi jiray oo siddeetan jira haddii diinka loo akhriyo ilaa man raxima rabbuhu maxaa wuxuun ruujimaa ku hadlahay ku hadhay baaqi baa jira birtu hadday dhexlaysato oo la damcay in la sifeeyo maxaa ku hadhaaya wuxuun baa ku hadhi fangor baa ku hadhi dafeetaa ku hadhi meel godan laga waayay iyo meel ay caradu cunta laga waayay maayo marka waxay dhahay nin weyn oo oday ah ma wada islaam wuxuun baa ku hadhaaya baqaayaad xataa kuwa ahlu bidca ka soo baxay waagi dambe salafiyada ama atariyada noqda baqaayaad baa ku hadha waxaad ku soo dhaqmi jirtay boqol sano ama labaatan sano ama soddon sano inuu fii cashiitan waxaa kaaga hadho waa waxaa weeye waa khaariqa min khawaariqi alcaadaat wey aduu su-aalihii dheeraa uu weydiiyey xadiidka ku saabsanaa wey intaba maan ka raba inaad faantaan ba xadiidku haddii la sharxo ugu dheeranaya qaala hiraqle wuxuu yidhi famaadaa ya amurukum markuu tilmaamihiisi dhammaystay buu yidhi muxuu idin faraa nabi maxamed yacni annabiya suubanuhu u jeedaa
يعني النبي بأي قرآن قال لك النبي كفي عن الله دمر. قال أبو سفيان وحوجي قلت وحان يقول وحون إلى هذا أعبد الله وحده إلهي كلي عابدا لا تشركوا به شيئا وتوكيد لفقرة وحده وحده بالغلو الشنيا أعبد الله وحده وكفر إلهي كلي عابدا معنى هذا وحكو وسطك أغنع ميسن ولا تشركوا به شيئا وسطك أغنع لكن انت لك كما هارين أعبد الله وحده إلهي كلي عابدا سليبا لا تشركوا به شيء إلهي أحدناها لو ذا جن عبادة إخلاصك صدقك عمل والبضل إيمان إنسان إلهي آدمي مخلوقات يعني لو ذا جن واتركوا كتبنا إلى هذا ما يقول آباؤكم آبيالكين يا أوياش وحي شيئيان كفر هذا كانت تقع ويأمرنا وحون نفرا بالصلاة صلاة النفر إن تكنه والصدق رنتنا وان نفر وهذا بيت القصيد ومحل الشاهد لكن رواية كبضهم قد حكوا ما دوا يأمرنا بالصلاة والصدقة ماشى والصدق ذا من حيث المعنى والصدقة يا أدو محايا إلى القرآن كوحلوية قالنا هذه القرآن يسكول له صلاة إيوه صدقة يزكو صدقة الزكاة اللي قد شهده تاسع عنكو تاسع عنكو midka kale oo keenaysa in la yiraahdo meesha waxa munaasab ku ah marka laga soo togo la dhidu rabbi isku la raayo rasuulkiisa sidqi ee sadaqada iyo zakada afan salaada iyo zakada waxa kale oo meesha jirta kufaar quraash iyo arab fil jahiliyyah wal islam kanu yastaqbihuna al kadhiba wa yahuthuna ala sidqi shay marka nabigu markuu fi ma'rid da'wati markuu suushi bandhigayo oo dadkii diinta u bandhigay oo bandhiga as sidq ma noqdeen لأن الصدق هو من مكارم الأخلاق عنده لأنك بينكو أركاننا وبدمنتري أساق أبو سفيان بحديك حولي هاي هدانا نكبقين إن إنا يقوليها يقد دوفر دي إبينيان حقوبا ماشا كو قرن لها مركو هرق لأوري سنة حقوب النبي قام بينك الشيء أيو ووحو صاحين أن كن نبي أن يعني يرى تابان الله بقر كل شيء لها لكن عن كبقي كو يقد دوفر إبينيان قريشي عربنا أي مقشو أبو سفيان بان مالين بين شيء مالين بين شيء وفر سمج ويقع إذا من حيث المعنى والمناسب والسياق ويأمرنا بالصلاة والصدقة كفي عن لكن وين التمير رواية عند البخاري والتمير أو جمع سي ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة مرك لفظ هو سوغي هاي لفظ هو سوغي هاي لكن مرقن يقاضي عياض يستردون البلقين والشغل اسمه ويقان حافظ من حجر ويداد كل حيليهن ورواية بالمعنى وانا خطأ من الراوي أصل لو حيئي ويأمرنا بالصلاة والصدقة لبضع ما أخذ دينة الوامن حسكذان لكن مبنانو توهيم الثقات على الظن والاحتمال رواد جبال أحدك ورية وصدقنا الشيخي صدقنا الشيخي مرنا صدقي وكوكاب صدا مرنا إسرائية مركا إلا إذا وقفت دليل عضب أبها أنت معناها كلا كجرة مهم جدا وحاوي أفرس أبو سفيان سوق الجاهلية وكافر مركا مشرقة يوحوك لقاضية أسل الدين يشرع الإسلام بك لقاضية هذا هو دقيق جدا وأنين عربيت والسليقية والغضا يقان يقان نوح عبريه وحكعب شرائع وحكعب ويأمرنا يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة الكاسؤوة ورانا محوز يقول أعبد الله وأسل الدين أعبد الله وحوز هذا أعبد الله حكرا كل شيء مثل أسولي ولا إذا هذا أمرك سيغا مليها أخاسة أشاعر ما يقدر وقد أخطأوا هؤلاء قوائم بكجراني أفرس قال كم حول فماذا يا نبيكم حول إذا فرا صيغة كان أو افعلوا كان أعبد الله إذا للأمر صيغة بلا لغنا معروف حتى في الجاهلية وفي الإسلام أو افعل يوح لها المال أعبد الله وحده ولا شريك له واتركوا ما يقول آباؤكم كتر آبياش وحي الشيخيان آباؤكم حلو شيء حلو شيء هذه آباه يأوغي بوحن دبتها جنان شريه دان خلافنا هذا اللي خلاف على الله إليه ذا هاي تلك أي كبار نحن اللي قد جرى شيك برليد الشيطان يدين قل حسكي إلى ليوي آباه تنقو والغو خلافا يا هو أصل الدينيت ولا قد تقيا
أباه صلى الله عليه وسلم شرعه ما إن والدك فضيسان إذا والدك أضم مشرك ياي تنوح لك مدك يستوي واتركوا ما يقول آباؤكم من الكفر والشرك كفر هذا ويمر روحنا فرا بالصلاة إلا تكذا والصدق رنت الله الشيخ والعفاف عن المحارب والزنا والعفاف دور سنان لقد دور صدو زنا يفواحشت لقد دور صدو والصلة رحمك يقرب الله حريري أبو صفيه وحنوك الأساري أصل الدينية شرع الإسلام منا ويأمرنا بكفر لأنه وشرع دي منا شرع عن شيء القدر للسلاي أصل الدينية وهي عبادة الله وحده لا شريك له إذن لابد قضوب آهيد إيمانك وحقك وبين آهي إثبات ينفينا ما شيء كتشرا أعبد الله واتركوا ما يقول آباؤكم أعبد الله ولا تشركوا به شيئا إذن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وكلوه لا إله إلا الله وكلوه نفي إثبات نفس الشيء محل شيء أخرى هو الصدق إن هنت لقد ذاله الرابع حديث كأفراد عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد نوال يكون يديسا وقيل أبي الوليد نوال ونانيسا حق كن يدا سهل بن حنيف الأنصاري وهو بدري ريب بدر مشاهد كده مشورنا وكق يقولون إن هذا جهاد وقيمة بدن بوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول من سأل الله تعالى إله روحي ويديس الشهادة إنه شهيد جدك إله اللي قد له بصدق صدبة أم بين بين أهين بلغه ألا قرسيا منازل الشهداء أي درجة الشهداء بربي قرسيا شهيد أجر كيبا الله سيا وإن مات بقل انتو على فراش قوشي سدود راقل انتي من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق وما حي وأنك إلهي ودس إلهي وجد كذا يود البور إله الشهادة إسي وإله ما له الوش هذا قيمة بين الله إجي الله إيسا ربنا كطاي شهادنا وور ربا جد كلا إن لقد لنا ودونا يا قلبا وقلما بدونا إلا كتبر بولا يا نك هذا حتى ديت العو كتمد أجل شهيد بالله سينيا لك هذا ديدا وكبقى إن إلهي جد كسل لقد لنا كبقى يا هذا دسكت تكتو إلهي وغرت ماشي الله قمت يكري شهيدنا يقدك مصعونيس مصعونيس هو شو ذاتك عائل قرن وكلا مصعونيس كإلالي سوى كفتان بحوليه الله سعودة أنا هل كسكت شوغان سعود رحيس شهيد كواهي الله سعودة وأنا قص لها إياه هو شا هول إنا بصدق بالغو قيدة هو شا بصدق إلهي وينو أور كذا أقيه هاي علام الغيوب وينو كور قب أور كذا وحا كتشرا طيب عوري بقى أحد سلف بلا ويدي نورك يا خيرك حياش عوري إذا طلع الخبير إذا طلع اللطيف الخبير على الضمير فوجد في الضمير نورا جعل فيه سراجا وقمرا منيرا بول إلهي هذا قلب أن توئك أرك نور يا خير أدوك ربك إفنيا لكن هذا أفكار بين إيشي تقعمنا تتعقلنا ترى مايا أنا وأولاد يا رومي هي إلى ملهن إسكفردون إسكش عبان ربا لفظ عادي مركز رواية حاكم بافسرتي من سأل الله القتل في سبيل الله أفرس من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وحقوق فسير الرواية دي نفس الحديث أولي هي حاكم وريو من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد إنك إلهي ودي سجدك إلهي إن القد له صوي رب كتاي كدي من الدنتو كجاري وايو جانس أوايا أما فرصة إيا أود بأوايا أجر الشهداء والله سينية بلغوا مناشر الشهداء والنبو إنه يحديث أقول فسر يا وامحي شهيد أدر كيبا لغو السينية لكن أدر الشهيد متهيد شهداء وحي كل إيريين لكن أجر كودي بلغو السينية أجر الشهادة بس اللي قيه لهي بلغو السينية لكن كرامات كي هاوله كالي ويقول ديرانيا هذا يقول مركة عمل نينك قبط وحلو بلنقاو نينك نيكو قارة أصل الأجر بالله سيا شريعة ذن هذيك لأنك جهدك بحيي إلا باطن سنة بورك كتشري دبك قاري إلا في لد بابايا إن ما لي حق حبان الله هرين يأضو فراش كذي لحظة مترها كل انتي لا ينسم حقو وحاوي ودريم زوا حق كتير ودريم كتان أصل الأجر بالله قسم أما التكريمات إكرامية ذك لي لقسنان ماي ساسا حديثه وإن ما طاب كل انت على فراشي شيخ محقربة محيقبة مسألة صدق قاعد ما يشوفوا قرسي إيه فلا أولتمت بصدق أي وحوكوا قرسي أجر الشهداء مركب بصدق تاسو شيخ محقربة مركب صدق والقبة بعد آخرية أدوم با مستقبل في عنبو يعشاه
حتى أبدك رنت الشيء وكوك لو كيف مستقبل في عنيين ميل في عم بيكون ضمبين دونان. قصة طريفة الشيء كان علماء في باب الستك سيدنا عمر حلو وخليفك المال مال ما كان بيدا قول المسلمين ومرمية وصعد علي نحن أمورك وسيم مريي أي أم بضم باقبتي ميل بيا أنا وقرام وايا سيقر رجل السعودية ميل فوق بوحكار كان بول كيالة ويكون لحيا وربيا النسية إسلام هوينة وايلة oo gabadhina ay la joogtay oo ugu tagay xuur adoontii ilaahay imku salaam ka dib biyo ma haysaa wax biyo ma haynaa jiray xuur biyo haday heli karin bal caan nasiya caan ma haynaa jiray anaga biyo weyn ah gacan ka keenay gabadhu waantay booday tir hooyo ilaahay ka cabsay sibraarkaas caana ku jira sibraarkaas caana biyo ma haynaa laakiin sibraarka uu buuxabtay caana murka ah ما مدى وي حظ وي فشلان توس براك يعاني كسوة شو سيدنا عمر بيسيس هاني مركو عبي وحير شوقي بوري قبر دان يا دلعي يا إيتاي نين ربني ثقيفا نقول دلعي تشي وان كاغا فرد يا بوري قبر دا مدانا نفرد يا ويلو دلو عاصم لورن شري وقضوني أولوغو مري عاصم ابن عمر بن الخطاب أفانتين بيلت عاصم ابن عمر بن الخطاب بقدوني أسيقى بقرس دي وهذه الدنبي قبر بيضا شيء ويقول شيء عاصم هل قبر بيضا شيء قبر دي وحاق قرس دي عبد العزيز بن مروان قبر دي عاصم ورد علي قبر دي يريد رن لود أهيد رن شكتد أهيد أيضا شيء وحاق قرس دي عبد العزيز بن مروان عبد العزيز نوحي ورد شيء عمر بن عبد العزيز بيضا شيء الخليفة الراشد خليفة الخامس ميشو عمر أوغ أوغي هاي خليفة كان وهالكاس عاصم بوأة أو عمر رمحوي هاي أو لبات سأفهم قبل بركة سنيدي ريبني ثقيف إيرون شكتا أي ضغط فاس شيء أي قبل هذا شيء بعد شيء نكلا عمر ابن عبد العزيز ابن مروان خليفة الراشد إذن رنت وحيلاد آياتين مستقبل بيلاد نين إسماعيل بن عبيد لورن جروي فقيه شامي أها يا عبد الملك باوحور علماء رين أفعان وأفكان يقانو عربي يقانو أديب وقبياء وفقيه وعالم ومفسرة وميل وبرد ما يسترن هلا يكينو ومع ذلك الربطة عررت إذن رباب رسوكونا أنه وحبره ومشارف عن نسيه عرور دوري يطبان أو يلقب ضمن ميل أقصى أروري وحبر بوري واجب بروكوك اللي يجري علم أبنائي الصدق كما تعلمهم القرآن اللي يجري علم أبنائي الصدق كما تعلمهم القرآن لما هو قال له أبا بيرون تأينو الشيء وأبين تأو كعاقو هدي له أرك اللي قد له لا تلعيه فأون نقني مرضن بي ما قرون تشيء حيوه والله سيتشيع أبا القد اللي ديبه ما لك وبينك أقبحه لا عقابه ولا جناح حقه ذي قرعة اللود دي الله في شيء وحبا أن الله صدق قدين وإن لدرين سنرون تقيمه إلى هذا عروت الله أبيه هديك لو عوي باشو شقي نقول إيش أبين تاه الخامس حديث كشناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول قدر رسول صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء نبي أنبياء إلهي كمذا الدولي غزا نبي النبي الدولي من الأنبياء كما صلوات الله وسلامه عليه إلهي نحريسي نبض بهاسي فقال لقوم التركي نبي قاسي وحلوه بدن يا إنو يها يوشع ابن نون يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام نبي قاسي حاكم باوري عن كعب الأخبار أخبار إنو سدائي هاي لكن حديث كوافي عنه صحيح على شرط البخاري سدائي ذهبي ابن كثير يحبن عجر بشاقين يا بكوي من دون أسك قولي سيائي نبي الله يوشع وهي نبي الله يوشع ونبي كدم ديي بعد وفاة موسى وهارون ربنا إسرائيل مك اللي يلي ورول كان الكوبا بعدين كبح ومصر والشام تجا والشام قبصته وقال وكل جهادا شام مركا وحكت لنا يا بقرة عربية وكان عانيين ليلا وجبابرة وعمالقة وذلك كواوي وكواوت بدن سورة مايدة لذي شك وقرر إسا عربي آيين بركة نيمان كاسو قالا هذا لأن تكدو شان دولك كقب صدا وقالا بيت المقدس تقا وشام وردن لو ريقا
وركي كوك عن سيدنا بالله موسى يا هارون كوك عن سيدنا إلى يكون امتحانه تيه لبسي داي أنت إيش كده ساكي ماشي كل هيان قلبك ماشي ساكي دقائق بارك أيه وتاعن ساس إيش كده ورجيان 40 سنة يتيهونا في الأرض نبي الله هارون بهر دنتي أنت تيه لوجري بنبي قد دنتي هارون هذانا موسى دنتي بعد سنتين من أخيه من وفاة أخيه هارون عليه الصلاة والسلام مركي نبي الله هارون دنتي موسى دنتي وزمله تيه يكون دنتين أيو يوشع قبطي حلكي هي مسؤولية ريب بن إسرائيل أستقع الشام ورنب قبطي هذا بقود دقالمي بقول بك قبص ذالي إلى الشام وكد له عربيض وكنعانيين يعشوريين سكوتنا نيك الشام حرية ابن نوح حرية ريب بن إسرائيل وحكر لقي نبي الله يوشع بها غزاب بها مجاين بلا كد عضي ما كان لقى صوتك عن نبي نبي يو يا رسالة لقى صوتك نبي قاسوي نعم وحبان كبود غزا النبي بدول من الأنبياء صلوات الله وهو يوشع من نون عليه الصلاة والسلام فقال لقوم أفرس نبي قال تلمانتو بحيي دردارك أفرس مهم جدا وي فقال لقوم تلك الحكوجي لا يتبعني يوسى الراعن لا يتبعني يوسى الراعن رجل النين ملك هنتي بضع امرأة هويني حب كيد هنتي بمعنى نين قبر أدو وننتهي أقول لكم مهريي ولا أقل قلين يوسي الراعي لا يتبعني يوسي الراعي رجل ملك ملكي لسيي قاطي لكم مهر شيء بضع امرأة هويني حب كيد وكنا يلوجي ذا قبر بأدو ونن أما كم مهرسان وهو يريد أسوق الدونية أن يبني بها إن لا أقل قل الدونية ولما يبني بها ولي أن لا أقل قلون لسنين ننك برقاتي حقا نولي أن لسنين يوسف راعن بول حين ننك هذي ننك عيدن كتبية عيدن كتبين يوان مقن ننك مرة دوحة ولين يهي حقو طريم هاي صادرت وحيدن سماي نن عدق بي نن عدقسون عدق بي ينن قاشس من حلقة مقرصة يدهي ننك قاشس وركا وضوك مصر عضبا حقيقة ما أنت الزب كجرتائي ما كان ما قدر يجري هاي هذا حرو قاتشي سمح الله كما قرصوا هو مقيم هاي ما أنت الزب ما جرتا بعيدة يويدا ويدا يمد قريبا حقيقة ما حكون فتا وإذا كاسوس تلوم بحكون يجوا كلا أنشاء سوء عبني تذكى ومقيم هاي هاي بقوله يا بدو الرميسة سمح الله كما قريه كاس نينك اسم نظامك كقبانا أسمع اسمك مقام وحقنا يا هذا هو تقارن زما ما شحرت كل عشرت ما حول كم قرصة كواسو كالي وانين حاول نين كان مرقة جوردا لو مهرية ولي أن لا قل جلين مرقة باشو بالله تحسدي ورمشة ما كل قمطة هبلنا وكسوق زي تمدير با كسوق زي تمدير با ملكم فوق ده وحقنا يا وانين حاول كان مرقة عيدن كتبيني يا مرقة عرر نين با مودي إنه رنو عري وانين قريون نقون هاي عيدا كردم باتشبي إذا وحلاقة فهم هيا عمل كأكو وجهنتها وإن أسقى الدعاء أطاي كل جاء أذكر في كريس وحكو قد ضوبان يكو قصور نق نقنا يد ربتنا الحق ونو أسقى يا هاي هذا الله يمن بدون قصور قلان الله يمن كوحي خطر كويهين عمل كأساس كهابي برنيا مثل الله بعد ولا أحد يسير راعي بر أحد كله وبنى دست بيوت قرية دست لم يرفع أنكروا قادين سقوفها سانقاف كذي ننتو قرصو كعشي ولي أنشين قد سارين أما أن دبولين أما أن تطلقوا قدوا ولي قرقة أنشو من هذا اللي لقصوا تقابلها كي وارتني كقر ديساهي ووالنا انتاسوا ملايين بقري انتاسوا أصيغان وانين مقنوي إذن نمو الرقات هقو أنيا هاي هاوشان إلى مقل هايو معايا نمو حالا إذا هي جبابرة أو عربية أو بلايكا دعبي أو رقات ذاتك كأود بدن كان قيسا شامنا انتاسوا بقول الله سنة كتلي مركو حال ربانين داعظوا نفتي سلايكي يبسد إنو ماشا تقو ولا أحد يسرعن بنا دستبيوت قريو ولم يرفع سنكريين سقوفها سانقاف كده أن دبولين بالله قوضا جمع السقفين متك صدحات ولا أحد يسرعن بنا اشترى يبسد غنما أري صوقت أو خليفات أما قيل في من هلر من صوقت وهو ينتظر كورنيا أولاد رشدي مقشد السقهاي نيو قيل أدل هايو أما أري أدل هاي أما الله أدل يسوه السقهاي أما بيروق عيس ومثال بالله قوضا نبي كوضا نبي بيروق عيسا وقدران بيربا كوغ عيسى
هولاد قديسي بقول لما يستر مش نين حاجة الدنيا توب بالله باي شين سنة يا لما يستر كذي الراعي ما يوافق أقولي لما يسترين إلى حاجة ذاك على سمران وسمبر كسر دعه وسنجلو كسر بوده هاي قفر دي النبي يقولني كاسعة تدكوا عارفين إياه فغزا واد النبي قال النبي لا يوشع إنه نون فدنا من القرية بوده والقرية هو بيت المقدس رواية أحمد بعد زي أريحة معها نما بقوف في التاريخيين إن أريحة تاعي فرق بين أريحة وبيت المقدس أريحة ما هنا بيت المقدس ويمشوا دواذي وكذا قال لما يوفرني فغزا فدنا من القرية وكذا دواذي صلاة العصر حل عصر أو قريبا من ذلك أم حل عصر كله فقال للشمس قرحة بعض عيسى قرحة ضيد عضنا دجال كدع عنا ولا جوجين شري داو على كلا قرطا ولا كارنستا بروي وهاينو بريال أورين شري أما هذا سيف عم بود دجاله مثل مركي قرحة كودع عضو فقال للشمس قرحة وكيري إنك ما أمورت أذو والو غفري والأمرنت هاي أمر تسخير أمر تكليف معها إنك أذو ما أمورت من الله حق الربيب على قافة إنا سعطو دعضو أطصب حضو هولادكم مقنت هاي أمر كنوا أمر تسخير وأنا أنور ما أمور أمر تكليف أنور وان أمرنا هاي إلهي بأي فرأينا أهل جمعون قالدا الدون كهيسة أن مل سارون مسلمين تنحريون قبيو هذا سيدة تاي الله وضع فري الله محبسها علينا الله نحن نبر هل كيصدف هل كاتقنته انت ان كلا فوت قاين من كان قال هذا فحبست والله حبس هل كاصل لو خري حديث ابو هريره وحكو يمد نبي جو يري وحديث صحيحه احد بن ادم وقرح سعه لو تشوجيو ونبي يشكا ان مجرى احد بن ادم وقرح سعتي لو استاجيو والنبي الله يوشع من نون أنك أهين الإسرائيلي مجره أحاديثة المامة يسور دان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن قرح أسنى اللوتوتي وضعيفوي سد حديث باسوء أرور وبابك قصاب سن كله وضعيف بركنه وموضوعات حديث كاسها الصحة قولها حديثة كالقا قوية وحكاك الجوابان وإنها وحلوجي ذا أحد نبي محمد كهريي وقرح لو تشوتشو لو استاتي ما اي تشرته اما بعد بعثنا ويدعي كرتا حديث بيدل دلان فربضان لكن كل قد مناكيروي فحبست قرح لبال لتشوتشي حتى فتح الله عليه والغريب وشيء بشيء يذكر حديث اسماء بنت عميس مالي مال ما كم اذا نبي محمد ما كتشوك عليه الصلاه والسلام يا سوى عصر كنت كذا ودالن يضبط سيدنا علي كسي حديثي حديثك المامية علينا ولي عصر كموسى تكن نبغي نواه قماي نبغي نو توسيو كعب صدي سو نبغي وقوشي في الدبتي سيبو نبغي حوك عي مخرب كي يقول راح تبال كرنك تيبو توس علي بحو علي ما تكتم مايا معود تكن ويدي نبغي الله سرادي وحد كوكي قبطي إن هذيك كان حيوك توسي صدرت وحانكو أسينا فرحك قاضو نبي مركب استوى إله يو أدون كاس نبي جيس كرامي قدري قرحة كتك تسوعلي قرحة دولة سبحي عصر دير بالله كيني علي باوي سيستي وتك الحديث كاساس أورانية كير رافضة من مطهر الحلي لورجلي من هجو الكرامة قرية الشيخ أبحي من هجو النجاسة أبحي شام سلام تيمية أي كتاب كيس كنت كل يقول من مناقب علي ودفاعي وحديث صحيحة شيخ سلام تيمية سع علمية ودقيقة أو بدخول دوم سفهم كن يمسار جاب بوجهها لحديثك قرائن بونا كأن موضوع يحديثك ذهب باكون راعي ابن كثير باكون راعي وقبل ابن الجوزي بموضوع يلي وقبله أحمد بن حنبل ولا أصل له أبو الحسن علم الدين حلو لا أصل له كبار المحدثين بالغا كل فطي عضد جونو يحافن حجر ابن تيمية وقبا أولي يوم كل قادن يسكبوا فعبار واحد يقص كان حافظ مقاسوري طبراني باوري حاكم باكم كسمي رجال وثقات وقد أخطأ أبو الفرد بن الجوزي حيث ذكره في الموضوعات وابن تيمية في رده على الرافدي حيث زعم أنه موضوع لابو ذو حرام بلو شيء ما رأيته عقدة قبوي عقدة قبو اسكو علماء المسلمين تردن باوجه الرئي وذا الدهاس لابد الشيخ أويق أن فن الحيل والحديث وأحمد يه ابن المدينة وحيدا لا أصل له لحافظ وكورس ابن تيمية موضوع بيكون حكومين معوش شيء لو ده حنبلي كل يقول معوش شيء
وفيرصدنت ولي أشعري وهي مسائل كقاركوت حافظك إنك استو وسمرنا وتفويضي مرة وتثبيتي ومضطرب في عقيدته ومنهجه عقدت قولون ابن تيمية وقبا كتبتي سيسكا إلى علي فتنة بضم بحنبار سنتاي على جلالته وإمامته في فنه مركم عوري قيل له هس يقرأ يوهس تاي مركم موضوع خاص لقاها الله باشا يان لحميمين فحبست قرح ذي باللوح النبي حتى فتح الله عليه إلى رب أفرنا بالله يرشع بيت المقدس أوقبتي فجمع الغنائم غنيمة بسؤر النبي فجاءت حاتم النار تعني النار يعني النار ضب عركك إمنجر قبها يا غنيمة أيضا لتأكلها سيقول لي افتقوا باب بيس غنيمة وحي قال لك فرطورنا أيها الله سؤر إيه حولها منقولك حولها منقولك لعقت درك وحاس اللوجدة ما حولها النول حولها النول لما قو بيشرين لول كان لما قو بيشرين ضد كان لقب سنين لما قو بيشرين واسيب هذا الشيء ضد النول اللي السبايات باللقبان سوما عيدا بقى عنده لقول ديك هوان باللقبان دمر باللقبان يقول من لقبها يا نارتم من تسوت تدعو الليف فيسا محي قلب سنين عروتي هوانكو برمجيدا اللي هذا هوانكو يوغد وحلقيك رواق قالوا قالوا هوين وهي ومن سد قال لهم إنهم زما وين قالوا ما قال لنا حروت يركب محلو قليا حافن حجر حافن رجب هذا وهذا يسوق حوله هاي مثل هذا يضع سد بحثه كين يا أمر رواتك التمام يا غني ماذا الله قال لي والمال المنقول إن حيوان كأين نولها أنا هاي نولها دم حلو سمنجري من نقانو يروح لو سمنجري دقيل بدن حول بدن لقى قبض نار تمعون إني طلوا محل صبي وما ذكر الله سنجر الله قيام كل المجاهدين تأمن الله ما أقلين حيا إلي وحل إلى لنا إخلاص قد يصدق جودة روح الدولة يمشي ما أنت كنت قال لنا حقوق غنيمة كيشت حقوق هذا وعمية إخلاص قد يصدق جي وهذا كهوري أنا جل هبا نو سهل الدونة فلم تطعم ما يصنع عنين نار توي سود دكتور ويدي دعوني تابتو غنيمة دي أي جبته فقال النبي حوري إن فيكم غلولا إن فيكم مسلمين وحيدين كل حجر مجاهدين غلولا خيان الغلول وحسك سلوية قلنا السرقة من المغنم السرقة من المغنم خيانة لغا خائمة حولها غنيمة لغا خائمة الليلة أسأل كيس فليبايعني هاي لب الله ما أحد هاي لقل من كل قبيلة قيس والباء عيد كي هالقمة يا رجل إنها هاي لب قيس والباء ريهبل إنها كيماد ريهبل إنها كيماد ريهبل وضيها كيماد قعنتي قلية فالذي قد وحدكت يد رجل بادكت بيدي بيد الرسول عليه الصلاه والسلام نبي الله يشع قعنتيسي ينين قيس متل يبا اسكو دغه غعمهودي فقال وحو نبي الله يشع فيكم الغلول اذن كوي امتك لو فسحت فيكم دحدين وهذا الغلول خيانه نيمانكا وحكا قاته غنيمه اي وحدي اي ديدي دبكم انو غبوا اذنك هدبا هدا سدا تاي نينكي سي لو اغال هدا قبالك بالا كلا ساري ريبل انت كلا وافسعين ريبل وصهره ما هري انك لا سو قبت قدغيس وحدي فلتبايعني قبيلتك قبيلتها بحيله قش نو والبا هي سلام البيع على الاسلام والجهاد في سبيل الله رب نو والبا عن وافقتها وبعدا وبعدا نبا لو دغي دونا فلذي قد يد رجلين لبن ان قعنت با دغتي او ثلاثه اما صدح بيده بيد الرسول عليه الصلاه والسلام صدح نبا مشي كو ايدوبي اما لبا كو دغرودي فقال وحرص النبي فيكم الغلول خيانة وايدينك ما هم مضى انت قيسك كالوران وايدينك كان واحد حدين اتقادين فجاءوا وحيلي مادين برأس مضح بيكينونو مثل رأس بقرة نفلو مدح سوكلا ومن الذهب ذهب وين وحي لك عين نمنكو هم وين هادي نفلو دي بمدح والذهب بيفوتشستين بيلي مادين فوضع النبي بدقي وكد حضر حوله غنيمة ذهب وكد حضر فجاءت النار ضبك بسود فأكلها وإلا فتوي قبتي فلم تحل الغنائم نبي حور غميسا بنا غنيمة لأحد قبل أن نجح نجاه الرئي ثم أحل الله ولا الله أن نجنب بني الغنائم غنائم رب النوب اللي لما رأى رب مركو أرك ضعفنا تبرضي أي وعجزنا أو ديران تانذا إن تبرضرنا هاي حق النذير أننا هل جنوا بيله نقول تبين نقول دقالي ودقالي من الله سبحانه وتعالى طيب
anagu waan tababarbahaynin oo ummaduhu naga awood badnaayeen, naga cimri badnaayeen, naga xoog badnaayeen, yaa waxaysan qaban karin bay wada muslimka qabataa. Nacfi baa ilaahay geliya, ha tabar daraadeen xayawaankooda aateen ku feedho weyn waxba qabaynin baa jira. Mid yaroo intan la eego musiibaha jira wax qabad ah. Shinnidu waxay dhigta sumayda arag, abuurku wuxuu sameeyo. Baashin yar ee loo yaqaano isheeg, xaarada waxay sameeyaan sumayda arag. Iyo kuwa buulka ay samaysan hayaa inay soo dhacaan mooyeen ayagu aan samaysan karin shimbiraha qayb ka mid ah waa nacfiga dadkaaga nacfi badan lama ra'a muuqa rabbiga dacfana awood yaraantaana iyo wacajna tabarta xumaanada faxallaha lana rabbiga noo banay idan waa maxay hadii waa karame karamat ummul muhammadiyya way laakiin sheekhu wuxuu ka rabaa xadiidkan xaqee sidqi kaga jira xadiidkan xaqee sidqi kaga jira saddex nin ee toomartina hore way صدح إنه رسول نينكي جبرت أمي رسولين عن دسانين نينكي جوري دسولي عن رما يسترين نينكي حولا يود له هي أنا شنكو الدورة يي نينكا سوحا إسخلاف فيا فالكيسيو يا قلب جيسا إلا ما رحم ربه ظاهر كحن أمه شنا يا إنه هل جن كان ديارو يهض عدي ودون يو إنه بكل شيء وصصان قنن حق إنه حوله يا هاي إلههم ما أنت اللي بتبادون aan nabad meesha aan kaga noqdo ilaahayow gabadh baa isugaysa hadda wad ogtahay meeshaan ha qalbigiisu waxa galaya weeye dhaafu sidqi baa galaya idan ihtimaamki iyo ictinaaga sheega wadan aad daacad u noqoto oo asaga keligii aad aado ayaa la doonaya oo asagaad ku xagulaato oo waxyaabaha cawaaqda ama cawaaqaadka iyo waxa ku shilshilinaya ama ku madalufeen dhan baad ka ilaaliso الخليفات حول شو بفتح الخاء المعجمة خذا كرد خذا دبعة الله كرد وكسر اللام خليفات اللي هذا هو جمع خلفة أما خلفة وهي وهي الناقة الحامل مركة قرقنا حتى أرجع الله والود لقاي لكن غالبا أصل وحوى عند أهل العربية إن الود لقى جيلة والنفق جيلة رمانا ما مركزي المهسدة السادس حديث اللحات عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لبدو وحكلا إيبسدي مشتري بايع يا الله سكو قبطي البيعان أي البايع والمشتري سوقتي إيوه إيبسدي يلقي إيبسدي بايع مشتري أبو سمالك وش يا جنمية قضية قطعة هيك دوي قضية كتبة إيبية هي قطوة يا باش إن إيبية بايع وإيبية مشتري وقطوة وإن سأل لوك الدوة إيبية إيبسة ضد هذا وبايع بايع لك هذا النقنية لفظ البيع والشراء عند العرب كلا دوي وين أفصل مالك الدوان كأنت oo iibiye iyo gata aad dhahda ama gade iyo iibsada aad dhahdaan oo kala duudaan labada erey kala duwan hadii kale meesha waxay noqonaysaa jugjug meeshaada jog albayaani bil khiyaari khiyaarul majlis bayliyin bil khiyaar khiyaar bay ku sugan yihiin waa maxay doorashay leeyihiin door baa ku furan haddaan wax kala gadanno intaan meesha taaganahay anagu waa ka noqon karaa dadka noqon kartaa wax sabab ayuu san jirin ceeb yaysan jirin lacagta baan kugu shubay weliga maada dhaqaaqin neefka baan anigu cataataha hayaa waxaan ku dhibay lacagta yeesii maxaa neefkaada qaado wabay igu soo wareegtayba inaan ka noqday igu soo wareegtay ima diidi kartid khiyaar baa ilaahay ku siiyey intaan wada joogna wey albayacaani bilkhiyaani ay khiyaaru liqaalati walfasqi khiyaaru raddi khiyaaru rujuuc cani safqa wuxuu dhan baad leeyay khiyaaru majlis baa loo yaqaanaa fiqiga laga hadla ama khiyaaru shardi isagu waa iska gooni khiyaaru ceeb gooni wey قورما ما لم يتفرق أنت سنكلتين بالأبدان ما لم يتفرق بالأبدان سيدا صح واسدا أما بالأقوال ما بالأقوال وهذا الكتاب سيغي إجابة وصعودة أنتو قول كرد ما نهي بيعبا مردعين طيب الحديث يقول أي كرة فاين حنفية أي كرة فاين عدين إنه دون وضع صارا هذا وحكا لك ذنه دون تنا أي بل سيس عنيس ولي خيارك متاقين يدان حنفية دانه ولي ما كان نقول كره هذا الليل إلى آخر التجيزان خيارك هو التجيز
الرأيت الرأيت اجعل الرأيت عند ذاك الكوكب بالويد وذا صاحب الرأي آه الرأيت الشيء سبل الله سيع عرق أطر بالويد سداسوية سداسوية قص عريس نب إذا محقر بشوخ أنت انضم فإن صدق في الثمن فإن صدق في الثمن سعر كذا إسكا قرن شيغان وأنا أقول ما مثلا شيء أنت سوء فديا صدقه وحق قيمة يبيع الشيء قوي ثمنك يا مثمنك بديعة يا العك تذكرهم شيء فإن صدق في الثمن والمثمن فإن صدق في المبيع والثمن وحن كريب العك دولار أو أنت أو سدا أو عصب شيرينكياتي سدا سدا أو عيب لاي نيف قيلو سدا سدا أنت يقوف فديا مرة أنت يقوف فديا بابور أنت يقوف فديا فإن صدق في الثمن والمثمن حق قيمها لقاها ليا قيمها كرم شيغان إلا قوية بين شيغ سوما والله بالله تلا يقول يقول فرديا كن شنين بو شيغا يقول فرديا وان خساري إيبين إياه إنا إصدافيان رباو هكس أسو يقول نقول وحبا كميه لي بين بو ضلليا وبينا أي العيب عيبتنا يعديان صدقاء في السعر والقيمة وهي حق طيب أما البيان وبيان العيب عيبتنا وعدي وفي عين ريدان ريوان أكسن وي بسم الله الرحمن الرحيم لكن واتوغو هوش مع الأذن بعض الرباه وذلك علبة دم مع الأذن لأورنجري الله أولنا حريستيني رلوة أنا الله ما أقول من لكن عروتي زمان أركي وحلو يقان الرئيكا آقاد داك وحيين رلوة ياه قولي أولنا ما أنت مع الأذن بين امتحانا هنا كينا حقوق باهي باقبطي ري بحدي وعانا بضان وعضي سكريركا قفلنا يعرور طبا لكن إسلو ريكتا ومنويا ري منويا أو راشين كمشي الله يجيب ركضي أو ماشي كدوسي أو دكسي كره أفكر لجري أو امتحانا يريدوا عيد مركب واركيني توه تيو قبته ومد بكفر لقطة وكحيل هالك سوق على فين تري يكون مالي تري مالك دمو كمار مواي سوق عيل بردوك يعني مع الآدم بل مع الآدم وريدا بل كورر بسم الله الرحمن الرحيم وحلو بورا بسمك بالله بتري بسم الله الرحمن الرحيم كذوي عانا بانت لكن وتوجي كذوي عانا بانت لكن وتوجي وحن كائبني هداد أمضى كقاب النوا كائب هديك لك كائب المال نبالي وأنا بلتي حلقة يقلا فمن لا هذه حبير بابا كل حراري إسلام ديب ما يسيجي بسيدو كائبي فإن صدق قوام حي قيمها يكرن شيئا وبين عيبتنا بسم الله الرحمن الرحيم وتوجي هذا بورك اللهم وحلا بركين في بيع ما جنع سود الله بركين إلهي ببركة جلية هذا قرب حي الدنيا بركه كوكو دقداي بدن كوكو ما دقدو الدنيا بركه كوكو دقدو بدن كوكو ما دقدو تا اوغادا وحنا ودان دلدلايزان الى هدان سنه كوكو غلين وحو كو تري ماي كود يا قنشاد كا قادي فيرا لوغو سو بودي هبين كا دمي جتل حريق بان غوينيا يا قلف لغاسي عروت ميد ولبو وحو نوقو وخ لا غران وايو باشا جيديا غان دايزانيا افوي الدنيا مخي كوكو دقدا ودادا لو بركه بورك بورك اللهم في بيعهما وإن كتم هذا عيب تقريا وكذب كبين شغان قيمه يسعر شيء كفر ديي محقد والله ترتري بركة بيعهما قنعسود بركة الله قادي ولينا ووضع أولى يدبو كقضايا متفق عليه والله أعلم.